بقليل من الرياضة أحسن رئيس جمهورية في الجزائر بالتاريخ. هو ولي بومدين. ولي بومدين أحسن لاعب لكل الأوقات. أخضر باللومي. أفضل مدرب جزائري. أنا لو أقول لك بأنه أنا بالنسبة لي نور بن زكري من أفضل المدربين في الجزائر. أنا توقعت تقول بالماضي. أنا جايك لأنه قد نقول لك نور بن زكري بشهادة لاعبين لعبوا معاه مدربين عرفوه، مثلا قد نقول لك عبد الكريم بيرة، الناس اللي نعرفهم أنا ونعرف قدراتهم وإمكانياتهم، ولكن الناس تحكم على الألقاب وتحكم على النتائج. قد أنا نجاوبك يا سي بقراجي. يا سي بقراجي راك اعترفت واحد الاعتراف ما شاء الله، أنا عجبني الاعتراف تاعك أن الشعب يحكم بالألقاب والنتائج، معناتها هنا الشعب الله يبارك راهو تحضر وراهو ثقف رياضيا. صح هاك حطيت الشعب باللي يحكم بالألقاب والنتائج. صح انت لو انت وين صنفت روحك انت هنا مادام ما تحكمش كما حكم الشعب بالألقاب والنتائج؟ يعني انت واش راك حطيت في روحك؟ يعني حطيت روحك انسان جاهل في الرياضه او انسان ما على باليش وراك حاب توصل؟ اخاك اعترفت قلت باللي الشعب يحكم بالألقاب والنتائج والعالم كامل يحكم بالألقاب والنتائج، يعني الشعب راهو في صف العالم. صح انت وين راك؟ هذه الاولى. نروحوا للثانيه، نبقى غير في كلامك بالماضي، علاش راكم تحاربوا فيه؟ علاش راكم تنحوا فيه؟ لانه اخفق، راكم قلتوا اخفق مؤخرا في النتائج. صح يا اخي قلتوا باللي ما نحكموش بالالقاب والنتائج، خير الشعب هو اللي يحكم بالالقاب والنتائج، على راكم تحاربوا فيه؟ وراه المشكل كي اخفق يا اخي، النتائج ما تهمكمش. انت ما على باليش الاختيار تاعك لما اخترت مدرب، ما على باليش واش هو الاختيار تاعك. والله لما تكون واحد تحاربوا واحد تحاربوه بالالقاب والنتائج، ولما يكون يدير في الألقاب والنتائج ويحكم عليه الشعب اللي أحسن مدرب تقولوا لا لا ها الألقاب والنتائج ما تهمش. صح ما علينا شاسدي نفوتوا. لو نسألوا وديجا سألوهم من قبل معلقين كبار يعني مثلك وكان ما أحسن منك، كامل اتفقوا يعني العدو قبل الصديق، اتفقوا على أن جمال بالماضي أحسن مدرب على مر التاريخ في الجزائر. يعني انت ياك خرجت كونتر ليهم. انا هنا تسمح لي والله غير كنت نحب نسمع لك والتعليق تاعك وكل شيء، درك والله غندير اخر واحد في المعلقين وما نديركش انتيا. انا بالنسبه لي انا في الاخير لونغاج تاعك هذا انا ما فهمتوش، يعني شراوك؟ انا نظن بلي عندك الدراهم يا سيدي راجي، ماكش محتاج ولا الانسان اللي خلق شيئان يبقى يشرو فيه حتى ويكون ملياردير. ليسونسيال نخلي الشعب يعلق لك ويجاوبك وكل واحد عنده راي، انا هذا رايي فقط، من يعني مش نهضر لك باسم الشعب ولا باسم. ليسونسيال اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه باش يوصلوا من عندنا كل جديد.